إذن مشاهدينا، معنا مباشرة من داخل مجلس النواب مراسلنا الزميل فراس الدليمي. فراس، أهلا وسهلا بك. إذن فراس، بعد أن تأجلت الجلسة ولم تعقد حتى الآن، بعد أن كانت أن تعقد في الساعة 12 اليوم، ما هي الأسباب، ما هي الظروف التي تحدث الآن في مجلس النواب؟ ضعنا في الصورة لو سمحت. نعم، حقيقة بداية التسريبات النيابية منذ وصولنا صباح هذا اليوم إلى مبنى البرلمان أكدت أنه يوم أمس كانت هناك خلافات كبيرة بين قادة الكتل السياسية حول الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عبد المهدي. واليوم يعني الكثير من أعضاء البرلمان وأعضاء الكتل السياسية أكدوا صعوبة عقد هذه الجلسة في ظل هذا الخلاف، إضافة إلى المقاطعة العلنية التي الآن قطعتها بعض الكتل السياسية ولم تدخل الجلسة على الرغم من دخول رئيس الوزراء ورئيس البرلمان إلى قبة البرلمان. لكن خلافات حول وزارة الداخلية والدفاع ما زالت مستمرة، إضافة إلى الهجرة والمهجرين، وإضافة إلى وزارة العدل أيضا، ولربما أيضا وزارة الثقافة. وبالتالي هذه الخلافات انعكست على عدم انعقاد هذه الجلسة وأدت إلى تأجيلها الآن أيضا لمدة نصف ساعة، وقد تجاوزنا هذا الوقت. هناك الآن اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل السياسية ومفاوضات من أجل الوصول لربما إلى يعني تفاهمات نهائية لربما تفضي إلى عقد الجلسة وتمرير لربما جزء من هذه الكابينة الوزارية. لكن سوف يكون معي النائب عن اسم حضرتك؟ النائب حسن شاكر الكعبي، كتلة البناء. نعم سيادة النائب، اليوم كان من المفترض أن تكون هناك جلسة وتعقد وتمرر الكابينة الوزارية، ما هي أسباب مقاطعة بعض الكتل للجلسة؟ طبعا واضح الأسباب، أنه مع الأسف الشديد لابد اليوم نحن ككتل سياسية وبرلمانيين أن نمرر هذه الوزراء الثمانية ونطوي هذا الملف، ولكن بعض الكتل السياسية قاطعت بسبيل بعض اعتراضها على الوزراء. بل من حق الإنسان أن يعترض، ولكن لابد اليوم كيف يعترض وكيف يصل رسالته، ليس في كسر النصاب وإنما تواجده في البرلمان ومن حقه أن لا ينتخب. يعني ما هي أبرز الأسباب؟ يعني كان هناك في الأيام الماضية تفاهمات كثيرة بين قادة الكتل السياسية، ألم تفضي عن اتفاق يعني ممكن أن يمرر الكابينة أو جزء منها؟ والله طبعا حوارات لحد هالساعات، الآن حوارات متواجدة وانتظر إن شاء الله بركت هالساعات القليلة أنه يتم حقيقة عقد الجلسة مرة أخرى ويتم تمرير بعض الوزراء، ليس بالكل، احتمال يعني أنه إذا عقدت الجلسة سوف يمرر خمس وزراء وثلاث وزراء يأجلون إلى الجلسة القادمة. هذه ثلاثة أكو محور يعني أكو مشكلة، يعني عدم تفاهم، عدم انسجام بين الكتل، لا أستطيع أبيح بها لأنه ننتظر الجلسة. هي معروفة سيادة النائب، الداخلية والدفاع وأيضا العدل، واليوم دخلت الهجرة والمهجرين وأيضا الثقافة، يعني هذه عليها خلافات. يعني هل على إن شاء الله بلكت ننتظر أنه يصير توافقات في سبيل حل هذه المشاكل أو حقيقة الدخول إلى قبة البرلمان من أجل التصويت على الوزراء المرشحين لهذه الوزارات. طيب يعني ما هو السيناريو المتوقع إذا لم تعقد جلسة هذا اليوم؟ هل هناك سيناريو وتسريبات نيابية تقول سوف تحترق هذه الأسماء ولن تكرر مرة ثانية وسوف تحدد جلسة أخرى بأسماء جديدة؟ ليس هذا احتمال، ليس الكل وإنما جزء من هذه الأسماء سوف يتم حقيقة استبدالها إذا لم يتم اتفاق عليها. هل تتوقعون أن تعقد جلسة في ظل الخلاف الآن؟ والله يعني إن شاء الله سوف تعقد جلسة إن شاء الله. يعني المعطيات على أرض الواقع تقول أنه ستكون هناك جلسة أم فقط؟ إحنا جئنا من أجل عقد جلسة، لا من أجل نجلس هنا، جئنا وتركنا أعمالنا ومشاغلنا في سبيل عقد جلسة والتصويت على الوزارات. ليش؟ لأنه اليوم الشارع العراقي والشعب العراقي ينتظر عمل البرلمان فعلا أن يقوم بمهامه الخاصة، وأول مهمة هو تشكيل حكومة. واليوم الكرة أصبحت في أروقة البرلمان وأروقة الكتل السياسية، لابد أن تعي خطورة هذه القضية. السيد رئيس الوزراء أرسل الأسماء، اليوم علينا أن نتفاهم ونصوت عليها. سيادة النائب، نعم
يعني بعض التسريبات النيابية يعني قالت أن هناك أكثر من سيناريو، لربما تعقد الجلسة، ولربما أيضا تتأجل الجلسة، ولربما سوف يتم استبدال الأسماء إذا لم تعقد جلسة هذا اليوم، من أجل أن يتخلص السيد عادل عبد المهدي من ضغوط الكتل السياسية. وقد رمى الكرة في ملعب مجلس النواب اليوم، وإذا لم يستطع مجلس تمرير هذه الأسماء فسيتحتم عليه استبدال هذه الأسماء. نعم، لربما هذه أبرز الأحداث النيابية إلى الآن. نعم. إذن مراسلنا من داخل مجلس النواب الزميل فراس الدليمي، شكرا لك، وأيضا لضيفك السيد حسن الكعبي عن البناء، شكرا جزيلا لكما.